محمد دليمي المدير التجاري ديال مؤسسه سيتي سبور. مرحبا بك معنا في هذه التغطيه ديال هذه الشراكه اللي قمتوا بها مع فريق الكوكب المراكشي. كيف تشوف هذه الاجواء وهذه الشراكه اللي قمتوا بها مع فريق الكوكب المراكشي وهذه الدول اللي قمتوا اليوم باش امام الصحافه؟ كيف جات الفكره باش انه درتوا الشراكه مع فريق الكوكب المراكشي؟ اولا تنشكر النادي ديال الكوكب المراكشي على هذا الترحاب اللي رحبوا بنا في مراكش مدينه مراكش، وتنقولوا بان احنا جد فخورين بعد الشراكه مع النادي المراكشي، لانه هو اول حاجه ما ننساوش بانه نادي عريق جدا وفي مدينه عريقه اللي مراكش ما يمكنش ينساها حتى شي واحد، بالاضافه ديال هذا الشيء بالقيمه ديال المنتخب ديال نادي الكوكب المراكشي بالامتيازات اللي دار السنه الماضيه، كانت امتيازات جد ممتازه، وشفنا وتعرفنا على المكتب المسيري ديالو، وشفنا بانه فيه شباب اللي هما تيخدموا بالنفس وبالوطنيه ديالهم، وتحينا لهم وتحنا جينا معاهم وقلنا لهم اعطيناهم فرصه باش نعطيهم هاد الاضافه اللي هو القميص من نوع اديداس لشركه سيتي سبور، باش يكونوا حتى هما في حله من زي رياضي من نوع جيد والعالمي، باش يكونوا كجميع الفرق الاولى مثل الرجاء والوداد. وحنا جد فخورين بهذه الشراكه، وحنا ما تنتسناو حتى شي حاجه من الشراكه، بسبب العكس حنا تنعطيو اكثر واكثر. حنا يعني ليكول ديال لي زونفون حنا اون لا سيفونسيوني، زعما عطيناها واحد زدنا من جبنا باش نعاونوهم، باسكو هو كلوب ماشي علاقه ماديه بيناتنا معاهم، سي علاقه وطن وعلاقه يعني كلوب ديال كوكب مراكش. بالنسبه لشو انه درتوا دابا هذه الشراكه مع اللاعبين ومع الفريق، وبالنسبه للجمهور اللي بغى يقتني هذا القميص ديال اديداس سيتي سبور، مين ممكن انه توجه للجمهور المراكشي؟ احنا ان شاء الله احنا خدمنا على هذه الناحيه هذه من ناحيه الجمهور. هو القميص غادي يكون ان شاء الله موجود من ان شاء الله غادي نقولوا في شهر 12 غادي يكون موجود للجمهور، وغادي يكون الثمن زعما جد مناسب للجمهور، لان فكرنا في جميع لي زاسبي ديال الاثمنه باش ما يكونش غالي، باش ما غادي يكون ان شاء الله جد مناسب، وغادي يبدا الثمن ديالو نقدر نقول لكم دابا 190 درهم ان شاء الله. ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا بزاف.